السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أصدقائي مشاهدين قناة ابدأها صح بالفرق. طبعا النهاردة هنتكلم عن موضوع أنا شخصيا اتكلمت فيه كتير جدا، لكن النهاردة برضه هتكلم فيه تاني عشان التليفونات اللي بتجيلي، وعشان طبعا أنا أي حاجة عارف إن النتيجة بتاعتها سلبية أو نتيجة مش إيجابية اقتصاديا وماديا ومعنويا وكل شيء لازم اتكلم فيها، ويعني يا رب اللي انا اقوله الناس هتعرفه على ارض الواقع. تمام، واللهم بلغت اللهم فشل. النهارده هنتكلم عن موضوع الايجار في الفرافه، وانا اتكلمت فيه قبل كده والناس كتير كلمتني. امسك ورقه وقلم كده ونتكلم بورقه وقلم وواقعيه على كل حاجه بتحصل. انت النهارده بتكلمني بتقول لي والله الزمان انا مش عايز اشتري، مش عايز الخطوه الاولانيه بتاعت اشتري، انا عايز اقعد في المكان واشوف كل التفاصيل. فانا بدل ما اشتري 10 فدادين، اسعار اللي بقت موجوده دلوقتي طبعا 150 و200 الف، انا بتكلم في الارض القديمه او ارض جديده 700 الف مثلا يعني. فانا مش عايز اقدر اخسر المبلغ ده، عشان انا في ناس كتير، وناس كتير بتتكلم عن المكان، وناس كتير بتقول المكان فيه مشاكل كتير. فلا، انا عايز اجر تمام واقعد فترة الايجار ديت، وبدل ما اخسر 1.5 مليون او 2 مليون، لا لو اجرت 5 او 10 فدادين يعني وخسرت مثلا الفلوس اللي انا اجرت بيها مفيش مشكلة، يبقى انا اضحي. يعني ايه افضل من اللي انا اضحي؟ كلام حلو جدا وكلام كويس جدا، لكن صدقني اللي انت لو اجرت فانت هتخسر فعلا الفلوس اللي انت رحت بيها تمام، وهتدين، وما انتش هتاخد قرار الشراء، لانك انت ما انتش هتلاقي الجدول اللي انت عايزها بكل المقاييس في الايجار حاليا في الفرافة. وانا اتكلمت في الموضوع ده بما فيه الكفايه، وقلت يا جماعه بقالنا سنتين الايجارات في الفرافة بدات ترتفع، الاراضي اللي بتتاجر اسوأ اراضي موجوده، لازم تلاقي فيها مشكله. وقلت قبل كده برضه لو الارض اللي هتتاجر ارض كويسه، فصدقني احنا مش هنستنى ولا صاحب المكان ولا صاحب الارض ولا اللي موجودين على البير ولا اللي موجودين في القريه ولا اللي عارفين الموضوع ده كلاته، مش هيسيبوك انت تيجي من اخر الدنيا تاخد ارض كويسه. ده لو جاروا على البير عارف اللي هو بيأجر والارض دي كويسه هياخدها، لو مش هياخدها عشان يزرعها هياخدها عشان يستفيد بميتها. تمام، ورق وقلم كده. النهارده دلوقتي طبعا الايجارات في الفرافره بقت من 8000 ل 12000. عشان تاخد 10 فدادين انت بتتكلم في مبلغ ما بين 80000 ل 120000، ده ايجار فقط. ورقه وقلم كده، ايجار فقط. طيب انت هتاخد ارض، في ناس كتير قوي بتكلمني احنا عايزين 10 فدادين او 5 فدادين مزروعين برسيم. طبعا الكلام ده مش موجود، ولو موجود فلازم تبقى متاكد ان لو الخمس فدادين او العشر فدادين طبعا مفيش ارض زرعه برسيم حجازي كلها في الفرافه، الا الارض اللي تحت البيفت. لكن اي ارض ثانيه لازم تلاقي يا تلت الارض يا نص الارض بكتير هو اللي مزروع، والباقي بيزرع شتوى بس. ده قاعده كده. فانت طبعا حاليا لو انت اجرت 90% بتبقى الارض فاضيه تمام، والارض فاضيه دي تعرفك اللي فيه مشكله ميه. ولو ارض زرع برسيم فاعرف التكلفه بتاعه البرسيم، البرسيم نفسه ما بيجيبهاش، ارض بقى قديمه، ارض مهموله، فيها حتت كتير، البرسيم فيه حتت طالعه وحتت مش طالعه، ايا كان. فاعرف اللي انت في الاول وفي الاخر هيتقال لك اللي انت واخد 5 فدادين برسيم وهتاخدهم تصرف عليهم، والتانيك تحش وما تكسب حاجه. تمام، طيب خلينا اللي احنا خدنا الارض ديت. طب شوف انت هتصرف حرت قد ايه، فدان طبعا بياخد له مش اقل من نص ساعه حرت، طبعا قد كده 200 جنيه على الفدان. احسب بقى، امسك ورقه وقلم معايا واكتب. الليزر بتاع الارض مش اقل من 1000 جنيه ليزر، دي حاجه اقل حاجه يعني، ده كلاته فوق ثمن الايجار، والايجار طبعا بقى بيندفع مقدم. يبقى احنا كده اتكلمنا على الايجار الارض، اتكلمنا على الحرد، اتكلمنا على الليزر، اتكلم عن التقاوي. لو زرعت برسيم حجازي فانت مش هتاخد اكتر من وش او 2 او 3 بالكتير، والسنه هتخلص. تمام، وانت كده هتاخد الوشين 3 اللي اصلا الكفاءه بتاعتهم قليله ومش جايبه مصاريف. طبعا ضيف على كده اللي انت لما بتاخد ارض ايجار بتاخدها عن طريق حد، فبقى في عموله، ضيف العموله بقى بتاعتك
500 جنيه او على حسب السمسار اللي هيجيب لك المكان او الشخص اللي هيجيب لك المكان، حط ده كلاته فوق ال 100,000 او المبلغ اللي انت دفعته للايجار. التقاوي، انا كل ده بتكلمه على الارض، لسه هتكلم على الحاجات التانية. التقاوي، شوف انت هتزرع ايه، سواء قمح او هتزرع اي زرعه. وما ينفعش، لان في ناس كتير قوي بتكلمني على زراعات ناجحه عنده في المكان وعايز يجي يعملها في الفرافه. لا، دي برضو من ضمن الحاجات الفشل، ما تعملش حاجه هي مش موجوده في المكان. حتى لو جيت تأجر في الارض، ازرع اللي موجود في المكان، ما تزرعش حاجه انت جاي تشتغل عليها. لانك انت لو عايز تزرع حاجه جديده، المفروض لو انت معاك ارض، انت لو هتزرع حاجه فالمفروض ان انت لو معاك ارض ملك مش ارض ايجار، تمام، تجرب مساحه صغيره جدا، ولو نجحت تكمل، او ما نجحتش يبقى خلاص انت جربت الحاجه دي. طبعا الخدمه بتاعه الارض، وطبعا دي ارض صحراويه بتحتاج خدمه اكتر من الاراضي اللي موجوده في وادي النيل، تمام. ضيف على كده بقى العهده والغفره والمصاريف بتاعه الصيانه بتاعه الديزل وعهده البير وغفره البير، الكلام ده كله انت بتدفعه شهريا في المده دي، ملهاش علاقه طبعا باي حاجه. شوف بقى انت طبعا لازم، عشان طبعا جاي من مكان تاني وعايز تأجر ارض، لازم عندك سكن، ايجار سكن لمدة 10 شهور او 8 شهور او ايا كان انت هتزرع مدة قد ايه. لازم يبقى معاك وسيلة مواصلات بتشتريها طبعا على الايجار، تمام. طبعا انت لما بتزرع زرعة قمح مثلا، شوف بقى انت الكلام ده كله مأجر، مثلا هنقول لزرعة القمح لو انت مأجر ب10,000، ففي 5,000 لكل فدان، ده ايجار بس زرع شتوية. ضيف عليه بقى الحرد، وضيف عليه الليزر، وضيف عليه العمولة، وضيف عليه التقاوي، وضيف عليه الخدمة بتاعة الارض، وضيف عليه الايجار، الاكل والشرب، مشاكل تانية ممكن تظهر لك. طبعا انا بتكلم على الاساسيات. اشتريت وسيلة مواصلات ايا كان، حتى لو متسكل، هتضيفه طبعا على الايجار كلاته، لانك انت هتستخدمه لفترة الايجار بس، تمام. طبعا هنضيف الكلام ده كلاته، تمام. وطبعا لو زرع زي زرعة القمح، ضيف عليها بقى الضم، تربيط او كومباين، الدراس عامة، شراء شكاير، الحاجات دي كلها طبعا هتنضاف، دي كلها مصاريف. فده طبعا انا بقول الكلام ده كلاته، ده انت لو واخد ارض كويسه مش ارض وحشه. هنفترض مثلا، مش هنقول بقى الفدان هيجيب 22 اردب ولا كلام من ده، لان انا بحب لما اجي اتكلم ما اتكلمش في اعلى حاجه، لا انا اتكلم في المتوسط. ولو جه معاك اعلى حاجه ربنا يزيدك ويكرمك، ولو جه معاك اقل حاجه بقى انت وحظك. وطبعا هيجي معاك 90% هيجي معاك اقل حاجه، لان جوده الارض مش تبقى افضل حاجه. فهنقول الكلام ده كلاته، احنا قلنا 5,000 في الاول، وضيف عليهم بقى كل الحاجات اللي انا قلتها دي على زرعه القمح، الزرعه الشتويه اللي هي المفروض زرعه ناجحه في المكان. وبعد ما تضيف عليهم الكلام ده كلاته، وخلي الفدان جاب معاك وليكن 15 اردب، 15 اردب، تمام، في 2000 جنيه السعر اللي موجود، تمام، 30,000. لما تيجي تحسب انت صرفت قد ايه على الفدان، هتلاقي نفسك قريب من ال 30,000 ده لو جاب ال 15 اردب. هتضيف بقى كل الحاجات اللي انا قلتها دي، شوف انت هتبقى صرف قد ايه وهتوفر قد ايه، تمام. فالحاجات دي كلها حاجات مهمه، طبعا انا حسبتها ورقه وقلم واقدر احسبها، لان ده شغلي بالورقه والقلم بالتفاصيل الكامله. لكن انا بديك شويه مؤشرات انت ما تاخدش بالك منهم، وهم دول. فمش معنى كده ان الارض وحشه او الارض ما بتجيبش في الفرافه، بس انت جاي تزرع زرعه زي دي عشان تجرب، هيرد عليها واحد ويقول لي ما هو الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كويس قوي، انا ممكن ما اكسبش بس خدت خبره وعرفت المكان. لا، في اللي انا بقوله لك انت ما خدتش بالك من النقطه اللي انا بقول لك، لا الارض اللي بتتاجر اللي انت هتاخدها كويسه، ولا ميتها كويسه، ولا مكانها كويس، تمام. فده كلاته، ده كلاته هيخليك ان كل اللي انا بقوله لك ده، انا بحسب لك كده لو انت واخد ارض كويسه، كل اللي انا بقوله لك ده انت صرفته. يعني المفروض ان كل اللي انا هقوله ده انت تكتبه في ورقه وقلم كده، وتعرف ان انت ده كلاته هتخسره، انت مش هتطلع حاجه خالص، تمام. يعني يوم ما تطلع
هتطلع من الارض شوية المصاريف اللي انت صرفتهم في الدراسة ولم المحصول من الارض، لكن كل اللي انت صرفته قبل كده اكل شرب ايجار عمولة حرد ليزر تقاوي كل ده كلاته هتلاقيه كل ده خسارة بالنسبة لك. طب ولو الارض حلوت، يعني لو الارض فعلا كويسة، هتلاقي صاحب الارض عامل اي مشكلة تمام وبيطلع. هتقول لي بقى ورق ما ورقش الكلام ده كلاته، احنا عارفين الوضع اللي موجود، انت مش هتحارب، الامور كلها هتبقى بسيطة، وانت خسران 10 بجملت واخسر 15 والموضوع يتحل والموضوع بسيط يعني. فشكرا لكم، ويا رب محدش يكلمني تاني في موضوع الايجار ده، ولا صدقوني لو في استفادة انا كده كده وانا بحسب لك، ما قلتش لا انا هخدمك لوجه الله، ولا قلت حد هيخدمك لوجه الله، انا حسبت عمولة. يعني انا بالنسبة لي لما اوريك وتشوف الارض وتاخد الارض، انا هاخد تعب، او انا هاخد شغل، او انا هاخد فلوس. فانا بالنسبة لي بقول لك على كل حاجة، وبقول لك اللي ده استفادة ليا، لكن انا بالنسبة لك عماد مش عايز الاستفادة دي، لان انا عارف الضرر اللي بيحصل من ورا، او عرفت بعد ما جربت الضرر اللي بيحصل من ورا. فشكرا ليكم، ويا رب اكون فدتكم، ويا ريت اللي يتفرج على الفيديو ده وفعلا حصل معاه الموقف ده تمام يتفاعل ويقول فعلا كلامك مظبوط، انا اجرت وحصل كذا كذا. عشان انتم اهم حاجة عندي اللي انا بتكلم على الواقع وبتكلم على اللي موجود تمام. فيا ريت اللي شاف الفيديو ده او سمعه وفعلا حصل معاه يشجع ويقول ويأكد على كلامي ده، برضه بيبقى زيادة للي مش مصدق برضه ياخد باله. فشكرا ليكم، وكان معكم عماد نبيل في قناة ابدأ صح بالفرفشة.